المؤتمر اللي كان قبل الماتش كان اليو سي سي، وكان بيبقى بحضور لاعب من لاعبين المنتخب السنغالي. انا الحقيقه لغايه اخر وقت ما كنتش عارفه مين اللاعب، حاولت ان انا يعني اتحضر لاي لاعب مهما كان، وان انا اكون على قدر المسؤوليه. لقيت انه اليو سي سي جاي المؤتمر ومعاه كوليبالي. كوليبالي طبعا لاعب كبير جدا، واي حد يتمنى اصلا ان هو يشوفه ويقعد معاه. فلما لقيت ان هو هيقعد جنبي وانا بترجم، حسيت انها حاجه كبيره جدا. حاولت اركز قوي، كوليبالي هادي بعض الشيء اثناء الحديث في المؤتمر، فدي حاجه بتبقى صعبه عليا شويه ان انا بحاول اتعامل مع الهدوء ده. رتم الكلام كمان بيختلف، فانا كنت مبسوطه وانا قاعده جنبه. اكيد طبعا كنت متوقعه السؤال اللي هيتساله عن مواجهه محمد صلاح، لان هم اوريدي واجهوا بعض كتير جدا من ايام ما كان لسه في الدوري الايطالي، فانا كنت متوقعه السؤال ده. وبيني وبين نفسي كنت عايزه اعرف هو هيجاوب عليه، يقول ايه، وازاي يعني هيتكلم عن المواجهه بينه وبين محمد صلاح. فانا كنت عايزه اعرف انت هتقول ايه على حاجه زي كده. وطبعا بيبقى الواحد بيفصل انه انت قاعد جنب اسطوره، بس نفس الوقت الاسطوره دي هتلعب منتخب بلدك، فانت بتترجم اجابه سؤاله، بس من جواك بتتمنى له انه ما يتوفقش في الماتش. فكان تجربه لطيفه ان انا اكون قاعده جنبه واترجم. لما الماتش خلص، وطبعا انا فرحانه انه الماتش خلص 1-0 لصالح منتخبنا، حلم التاهل للمونديال بيقرب، كان بدا بقى جوايا الخوف يزيد. هو اليو سي سي هيطلع المؤتمر ازاي؟ هيطلع بنفس الشخصيه المرحه نوعا ما اللي اتكلمنا امبارح واتكلمنا عن عيد ميلاده وقعدنا نتكلم، ولا المدير الفني اللي فريقه ومنتخب بلده خسر وهتبقى مباراه العوده صعبه عليه جدا؟ فدي كانت حاجه انا كنت متخوفه منها جدا الحقيقه. بس هو حافظ على نفس الهدوء، حافظ على نفس الثبات الانفعالي. يمكن اليو سي سي عنده حاجه مش موجوده عند كتير من المديرين الفنيين اترجمت معاهم، وهي انه بياخد بعض اجزاء من الثانيه قبل ما بيجاوب على السؤال، زي ان هو بيكون بيفكر في الاجابه، مش بيندفع قبل ما يجاوب على السؤال. دي حاجه انا بحترمها جدا، وحاجه انا بقدرها كمدير فني ذكي، بحسها حتى نفس شخصيته نوعا ما في الملعب، في تشكيله، في تغييراته. لاحظتها ان هو بيعمل كده في المؤتمر الصحفي، طبعا بتبقى مريحه ليا انا كمان اثناء الترجمه. ويمكن هو كمان متفهم طبيعه عمل المترجم، يعني كان في سؤال مثلا، انا اذكر ان كان في سؤال اتقال باللغه الفرنسيه، هو كان هيجاوب عليه على طول، نسي ان انا المفروض ان انا لازم اعيد ترجمه السؤال باللغه العربيه عشان كل الموجودين في قاعه المؤتمر الصحفي يفهموا السؤال. فلما طلبت منه حاجه زي كده هو تفهم وابتسم لي وعرف ان هي حاجه عاديه، بالعكس ده اعتذر لي بعد المؤتمر ان هو ما انتبهش لحاجه زي كده. فكل دي حاجات خلت ان المؤتمر يطلع بصوره كويسه. يمكن ماتش العوده في السنغال انا اكيد زي اي حد خايفه منه جدا، عارفه انه هيكون ماتش صعب قوي على منتخبنا، بس في نفس الوقت حاسه انه احنا رجالتنا قادرين. هم كانوا موجودين في استاد القاهره وشايفين الجمهور كان عامل ازاي، وعارفين لما هيلعبوا الماتش في دكار انه هيكون في جماهير كتيره جدا موجوده في ارض الملعب. اتوقع انه كالعاده لما بيكون صلاح فايق هيحرك اللعب معاه، وهنشوف فعاليه هجوميه كبيره جدا منتخب مصر. احنا شفنا تالق من ياسر ابراهيم، يمكن عبد المنعم ربنا يقومه بالسلامه، لما خرج ونزل ياسر ابراهيم ادى بشكل كويس جدا. الناس كانت شايفه انه ثنائيه عبد المنعم وونش الثنائيه ممكن تكون افضل كيمياء، لعبوا مع بعض اكتر، لكن ياسر ابراهيم نزل ادى، كان في تخوف من الجانب الدفاعي. تالق طبعا من الشناوي ربنا يحميه. فيعني اتوقع انه لو قدرنا نجيب هدف مباغت ساعتها لعيبه السنغال الحماس هيقل، وهنقدر ان احنا نحقق نتيجه طيبه ان شاء الله.